السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تعطيونا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. في هذا الفيديو غنضر لكم على جوج ديال المواضيع، على السد داري بوكريشه والدار اللي خدا، زائد شمس العشيه اللي دارت يسرى الحزقينو. غنبدا لكم بحزقينو ورويده السيل. واش شفتوا الفيديو اللي دار المفرقه اليوم مع بنتو باش كانوا كيصاوبوا الزميته ولا كيصاوبوا السو ولا داكشي ديال النافسه وداكشي والاتاويش؟ شويه المفرقه قال لي راه حنا ماشي غير بوحدنا، راه جاو عندنا العائله والحباب، حق كاع عمات البنيته اللي في القرعه اللي ما كايناش اصلا، حق راه كاينه عماتها جاو يشوفوها وبداو كيغنيو. وسمعوا الطريقه باش حشات رويده ستيل الهضره السريعه وهي كاينه. قالت لها اللي عنده شي حبابات يبانوا عليه، واللي عنده خالات يبانوا عليه، واللي عنده عائلته يبانوا عليه. شي حشيه الهضره كيدير والله الا حشات لك عبد الفن. البارح لا تعطيك واحد ستوري في انستغرام ديال واحد الوليد صغير وهاز عينو هكا كيستغرب في الام ديالو، وقالت ليها طاقات سريعه وقالت لها شوفي بحال هكا غادي يوقع لك مع البنيته، يعني انت امك كتشرفيش ولا شي حاجه، شي ميساج تما. زائد اليوم الطريقه باش قالت ليها رويده السيل، هو اللي عنده حبابات يبانوا عليه واللي عنده هليات يبانوا عليه. شتي السريعه اش كنا كنقولوا لك؟ كنا قال لك راه متشرده وغتبقاي متشرده وغتبقاي مدلوله ديال الخلا بلا ما تخرجي الدمع بدوك الدميعات ديالو، بدو معتمع السيح وتخرجي كتكذبي. راه شافوك الناس فاس كتساري نتو المفرقعه كتضحكي مورا داك الفيديو اللي صورتي ديال انك كتبكي وانك درويشه وعائلتي ما جاوش عندي وامي وابي واخي وانا نفيسه. تيش من نفيسه واش من ولاده واش من قرعه واش من بيره واش من كتخربقوا، ما كاين لا ولاده لا تيلي زكريا على الكذوب. وهداك البكاء ما خاصكش تبكي علينا حنا ولا على المشاهدين، بكي على داك المجلفط اللي لاصقه فيه، بكي على داك المدلدل، هذاك موغرغور، هذاك بوكرش ديال المفرقع، هذاك المبطبط، داك المجلفط، هذاك راه هو اللي خاصو يشريلك الدار ويأمن لك ما تاكلي، اللي يضل الخدام بك ويصور بك، فين هما فلوسك؟ ياخذ داك بارتمون وخا عارف السكن الاقتصادي يسترك فيها، خرجه كتبكي وتدمعي علينا. إوا أنا غنجيكم للشمس العشية قبل ما تقولوا أنتم المشاهدين، غنسبقكم ونقولها، سد داري بوكريشة راه شاري الدار أخوتي، وكيستحمر في المتتبعين. مخرجها هي الكلبة ديالو الشيطاق، تاهي مخرجها كتستحمر المشاهدين وكتبكي باش يجمعو فليسات يصلحو الدار. باغا نتا يصلحوها دابا، راه الدار كاينة وكلشي، راه بادين في الإصلاحات فيها. داكشي علاش مشاو مع عند العكوشة وما كانوش كاع موجودين لهادشي ديال الرحيل وهادشي، لأنو شاري الدويرة ديالو هو وكيصلح فيها على ظهر الكوانب وكيستحمرهم كيما بغا. وخرج لكم غوزينو اليوم ما تبكي عاوتاني، اختار هاد موضوع الحمل باش يصلح بيديك الدويرة عاوتاني ويسالو الكوانب متبعين وحال فمهم. اوكي قولا مسكينه حزقينو، بحال الفيديو اللي درت انا الصباح راه ماشي ضامنت معايا ولا شي حاجه، هذاك الفيديو درته راه درته رساله تما المشاهدين الكلاب ديال السريعه، حيت كما درتي مع موحله انا قلت لهم هضروا مع المفرقه راه مستغله ما تجيش تبكي علينا هنا. قال لك لا، وسعاد اللي تعدات عليها سعاد اش دخل الهضره، سعاد بعيده كل البعد لهاد المواضيع. الا كانت فيك النفس حزقينو، الا كانت فيك النفس وكنعرفك لاله ومولاتي ما تمشيش لديك الدار ديال العكوشه، راه مساهمه فيها سعاد نص بالنص، راه مخلصه فيها 9 ديال المليون. الا عندك النفس ما تمشيش لها، لا انت لا دوك العاقات المسخوطات اللي كيقول المهم فاسده والام ديالنا ما كتسواش، الا مكون فاسده ومكون خايبه علاش غادر للدار ديال الكلبات العاقات المشرشمات؟ ما تمشوش للدار ديال امكم مساهمه تما ب 9 المليون، حاطه لديك شنيتيك هذيك الشيبه العاصيه ديك العقروشه هذيك اللي ما كتحشمش، اللي قاطعه يد من يد الرحمن، اللي غادا معاهم في التمثيليه وفي هذا المسلسل وعارفهم كيكذبوا وكيمثلوا ما كاين لا حمل لا سيدي زكريا، وهي غادا معاهم القرعه البنيته عماتها جاو. انا مستغرب هاد العائله اللي كيستغلوا كلشي كيكذب، عائله كلها كتكذب، العمات تا هما جايين وكيصليو على النبي مورا الكاميرا، هذيك السيده تا هي جايبنا على قبل الدعم راه دايرنا خدامه كيحرتوا عليها كيما بغاو دايرنا بحال الجفاف مقابل الدعم، راه ما كاين لا فلوس لا والو. السريعه قالت لك غنخلصها وداك الشيء ما كاين لا فلوس لا والو، السيده باغا الدعم راه جايبينها كيحطوا عليها مسكينه تما، جمع معاهم في الرحيل وتثبت تقول ايوا والسريعة راه دايره فيها نفيسه، ما كاين لا نفيسه لا والو غير الكذوب، راه دايره ما حيدوش لكم الطبيب، لان كثير الجنين اللي كيكون في القرعه ودايره ماشي يوميا كيرضع، يوميا غط جط غط جط، هذاك الصدر عندك جلدتي عاد بديك الماكينه غط جط غط جط، او تي نهار كامل انت كتحل ب 24 ساعه على 24 ساعه كتحل بي، ما يمكنش الدري كيكون في القرعه راه طايره كتشبعو، انت غط جط غط جط كاع النهار، او زدتي فيها السريعه ايوا شتي. هما بنات المفرقه بداو كيحشوا لك الهضره،
اللي عنده هليات يبانوا عليه واللي عنده حبابات يبانوا عليه. وانت بالصحراء بنتي مقطعه، ما عندك عائله لا تالي لا مثلك، وشي مبري منك؟ انت ما عندك خالاتك، ما عندك عماتك، ما عندك جداتك، ما عندك امك، ما عندك خوك، ما عندك ولد عم باك، او تي حتى واحد ما طلع لك، ما هز التليفون، وبلتي غدا تموتي داك النهار، ما شنو وقع لك، انت مريضه ما سولوش فيك، شاد العائله عندك، ما عمرك ما دويتي مع الوالده ديالك عام وكلمه، وسمعينا كدوي معاك الام ديالك، نسمعوها كدعي معاك وتقول وتبكي معاك في التليفون وتقول لك بنيتي توحشتك والله يفكك على خير، صيفطك على اوديو في الواتساب، ديها ابل فيديو معاك ونسمع شوفك كتهضري معاها، ما عمرك جبتي والديك ولا قلتي هضروا معايا ولا والو ابدا. من متبرين منك واليوم شاو هذاك ديال بصح، والله الا حشاو لك ديال بصح رويده السيد، داك الكلام اللي قالك اليوم قاصح، ديال ان اللي عنده خالاته يبانوا عليه، واللي عنده عماته يبانوا عليه، واللي عنده عائلته يبانوا عليه، راه فعلا ما كذبتش، تي جاي مقطعه باباك الكلب، ما عندوك لا عائله لا تالي لا مدير، بقيتي تديروها بحال الجفاف، بلا ما بقيتي تخرجي وتبكي علينا وتستعطفي فينا، حنا والله ما غنحنوا فيك، غنقولك لانك واحد بنت الحرام مقطره، ما قالك ربي من جيتي السعاد ما رحمتيهاش، هذوك غدنو بسعاد، كنتي تضلي على المتشرده المتشرده، ها انت رجعتي متشرده من دار لدار، وشاريين ولاد الحرام من في عيلهم، وياكم شي محسنه ولا شي محسن يصيفط لهاد الكلاب، اللي كيصيفط ليهم الله يعطيه مع شي تشتيته، اللي غيصيفط ليهم شي حاجه، صيفط لهاد العائله راه شاريين الدار وكيصلحوا فيها وكيكذبوا عليكم، راه ما غيمشيو شي كلب، شاو دابا عند العكوشه وشويه حقهم اللي غيصلحوا الدار ديالهم ويساليوها، يقول لكم لقينا الكرف في شي بلاصه غنمشيو نكريو، انا قلت لكم الخطه ديالهم والبلان ديالهم، الدار ديالهم راه كاينه كيصلحوا فيها، دابا غيقول لك جلسوا عند العكوشه واحد شويه، من بعد غيقول لك حقا بغينا نتيسعوا هذا والبنات والمدرسه والبيت ديالهم وبيت السريعه وهذه، راه غنكري واحد الدويره لقيناها ويديكم بالعاني تصوروا واش عجبتكم هاد الدويره، وغادي يكريها بالعاني غادي يكريها في اليوتيوب، اما هي دار حقيقيه، راه ملي كنخدا الكراج راه تما كنخدا واحد البارت مرا هي هذه، وجالس كيستحمر وخرج اليوم كيسعى بها وجه السعايه وجه الطلبه، طلاب وبهدلك وتبهدلتي واحد التبهديله ما كايناش ربي العفو، وانت خارجه كتبكي داك النهار كتبكي الجهاز التناسلي عقوق الوالدين، فين بقى باش بقى من التبهديله شحال باقا باغا تبهدلي السريعه مازال، وانت صدرك كاع النهار غط جط غط جط كاع النهار بهدلتي براسك، والمبارح مصوره لكم فيديو كتبكي، هذاك الفيديو ديالك كتبكي اليوم هو الحاله، وامي وابي امي ثم امي ثم امي لم تظهر امي وانا والدت وانا احتاج الى امي، راه مو هذاك الفيديو خرجت كتنقص في الزنقه كتشطح هي بنت المفرقع في تيك توك، ها اللي قالت لك امي ثم امي، الله عليك يا الشلاه بيا، الله عليك يا غزينو اللي ما يعرفك قدي انا، اكبر بانديه هي ديك غزينو، ما تيقوش فيها راه الكذوب والنفاق، راه ما كاين لا ولاد لا والو، الناس كيقولوا حامله محامله، وانتم قولوا لي المشاهدين واش كاين شي حمل بديك ها هضر عليهم كدوز الصطافيط الله يستر، الفال ديالهم الفال الكذوب، كتقول لي الصطافيط راه كيكذبوا راه كيكذبوا راه كيكذبوا، كثروا اللايكات المشاهدين والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا.